أعربت الكويت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الصين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية التجارية والثقافية خدمة لمصالح البلدين الصديقين. سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سامي حيات قال بعد لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى بوسط العاصمة الصينية بكين أن مسيرة العلاقات الثنائية بين الكويت وبكين امتدت أكثر من 50 عاما، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لتمتين التعاون في مجالي النفط والاستثمار المباشر بين البلدين باعتبارهما حجري الزاوية في مسيرة التعاون العملي الثنائي وضرورة متابعة تنفيذ 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين. وأشار حيات إلى أن الدعوة الرسمية الموجهة من سمو أمير البلاد التي سلمها أخيرا للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الكويت ستمثل فرصة مناسبة لتبادل الرأي حول العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة.